سبق وأن أعلنت سكوير إنكس عن نيتها في استمرار في دعم لعبة فاينل فانتسي 6 في حتى العام المقبل، وذلك عبر طرح المزيد من الإضافات والمحتويات للعبة. وقد أزاحت الشركة أمس خلال أحداث معرض باكس إيست 2018 عن تفاصيل هذا الدعم، حيث أكدت بأنها ستطرح المحتوى The Dawn of the Future المؤلف من 4 حلقات إضافية، حيث سيواجه الأبطال أقدارهم ليدركوا المستقبل المثالي الذي يتصورونه. الحلقة الأولى ستكون بعنوان أردن The Conflict of the Sage، وهي ستحتوي قصة شخصية أردن وصراعه مع أوسترال، وستصدر في الشتاء 2018. من ثم سنكون مع حلقة ثانوية تدعى أرانيا The Beginning of the End، تتمحور حول شخصية أرانيا والأحداث التي واجهتها في آخر يوم للإمبراطورية، وتروي لنا قصة ستاركورج من وجهة نظر نيفلهايم، وهذه الحلقة قادمة في ربيع 2019. والحلقة الثانية لونفريا The Choice of Freedom، تروي لنا قصة لونا ومصير الذي ستواجهه في كفاحها لمساعدة من تحب، وهذه الحلقة قادمة في ربيع 2019. وبالنسبة للحلقة الأخيرة ستكون نوكتس The Final Strike، وفيها نعود لبطل اللعبة نوكتس الذي يخوض معركته الأخيرة من أجل ضمان مستقبل مثالي لجميع أفراد شعبه. وأخيرا أكدت الشركة بأنها عازمة على إطلاق طور أونلاين كومبراتس كمحتوى منفصل في صيف 2018، بحيث لا يحتاج اللاعب إلى اللعبة الأصلية للعب بها. كذلك سيتم طرح تحديث لهذا الطور يحمل معه المزيد من الزعماء والتحديثات الجديدة. من وجهة نظري احتمال أن نشوف ماضي أردن، ونشوف كيف كان مع لوسيس وكيف اللعن، ويمكن يكون في أمل أنه يكون بخير وما يكون شرير، ومين يدري. وبالنسبة لحلقة أرانية احتمال نشوف انه اخر يوم كان لها في الامبراطورية، وكيف صارت نهايتها مثلا شريرة بطلة، مين عارف، كله مخبى وان شاء الله نكتشفه بعدين. واكيد الجميع فيكم عارف انه لونا فريا ماتت، لكن يمكن يكون في امل وتلعب لنا نهاية ثانية وتخليها عايشة، وانها تكون مع نوكتس لين يصير اللي يصير، وانك ما تخلي نوكتس يموت، مين عارف ايش حيكون مصير لونا. لكن هم قاصدين يخلوا هذا الشيء عشان تكون بخير، يعني مثلا ممكن لو نفريا تكون معك عضو في البارتي ممبر، وانك تقدر مثلا ترجع في ماضي لوسيس ولو نفريا معك، مين عارف، كله مستخبى ان شاء الله ونكتشف بعدين. ونوصل لاخر حلقة اللي هي حلقة نوكتس. معلومة بحلقة نوكتس، احتمال انك تغير جذر كبير في اللعبة، وانه فيها اشياء كثيرة يمكن تتغير في نوكتس، يعني مثلا خلي نوكتس عايش ويتزوج لونا ويكونوا عايشين، ويكون مثلا نوكتس الملك ولونا فريا الملكة، وانه يكون في شيء عظيم يصير، من عارف ايش مستخبي. عموما اكتبوا اراءكم واقتراحاتكم ايش ممكن يصير في المستقبل حق فاينل فانتسي، يعني مثلا انت اكتب نهايتك اللي تبغاها، اكتب النهاية تتمناها، اكتب العيوب اللي صارت والميزات اللي يعجبك. وبالنسبة للآن وصلنا نهاية المقطع، كان معكم حسام، لا تنسونا اللايك والسبسكرايب ودعم القناة، في أمان الله.